صنيف مرضى السرطان في قطاع غزة. اجتماع لعدد كبير من رجال الأعمال والأطباء وبعض العاملين في المجالات الخيرية يعلنون فيه انطلاق الحملة الأهلية لإنقاذ مرضى السرطان في قطاع غزة بعد ارتفاع عددهم بشكل ملحوظ، حيث تسجل وزارة الصحة 150 حالة جديدة شهريا في ظل النقص الحاد في أدويتهم. عدم وجود كثير من الخدمات التي تضطرهم إلى السفر إلى الخارج للحصول على هذه الخدمات، المريض وبحالة إعياء وحالة صحية صعبة يصعب عليه أن يتواجد يسافر مئات الكيلومترات لمرات متكررة تصل إلى شهور وسنوات، وبالتالي نحن نعمل على إيجاد كل خدمات المنظومة التكافلية والمنظومة الصحية اللازمة لمرضى السرطان داخل قطاع غزة في حال مرض وإعياء شديدين. أسباب عدة لارتفاع نسبة الإصابة بمرض السرطان في غزة، ولعل الحروب التي عاشها سكان القطاع كانت سببا أساسيا لهذا المعدل. نتيجة الحروب المتتالية وما تستخدمه قوات إسرائيلية من أسلحة محرمة دوليا، وأيضا التلوث الجوي والتلوث البيئي بالإضافة إلى المواد المسرطة التي تدخل إلينا من هنا وهناك، انتشر هذا المرض. نحن يعني بهذا الصدد نهيب بمجتمعنا أن يؤيد هذه الحملة وأن يسير مع هذه الحملة وانطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية. هذه الجهود المبذولة من قبل هؤلاء يقدرها المرضى، إلا أن الدور الرسمي والدولي يجب أن يفعل بشكل أكبر لإنقاذ حياتهم. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.